السلام عليكم ورحمه الله نشره الاخبار من قناه عدن الفضائيه، البدايه بابرز العناوين. الى الان. رئيس الوزراء يبحث مع المبعوث البريطاني الخاص للشؤون الانسانيه الامن الغذائي وظروف المجاعه. مصرع عدد من عناصر ميليشيا الحوثي بينهم قيادي في جبهة نهم شرق صنعاء. القوات المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية شرق الحديدة، ومصرع قناص حوثي شمال غرب الضالع. مجددا اهلا وسهلا بكم الى تفاصيل النشره بعث نائب رئيس الجمهوريه الفريق الركن علي محسن صالح برقيه عزاء ومواساه في استشهاد البطل النقيب محسن عبد الله الدهمشي وهو يؤدي واجبه الوطني والبطولي خلال مشاركته في المعارك ضد الميليشيات الحوثيه المدعومه من ايران. وأشاد نائب الرئيس الجمهورية في البرقية بمناقب الشهيد البطل واستبساله مع رفاقه الأحرار من أبطال القوات المسلحة ورجال المقاومة الميامين في مختلف جبهات وميادين التضحية والفداء. وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساه إلى أسرة الفقيد ومحبيه وزملائه من أبطال الجيش سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة في استشهاد عدد من الجنود في حادث ارهابي بمديرية لودر بمحافظة ابيان كما بعث نائب الرئيس برقية عزاء ومواساة في استشهاد العقيد محمد الخضر احمد القناشي وزملائه الذين استشهدوا في معركة الدفاع عن الجمهورية والوطن بمحافظة ابيان وعبر نائب الرئيس في البرقيتين عن أصدق التعازي والمؤاساة لأسر الشهداء وزملائهم ومحبيهم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك المبعوث البريطاني الخاص لمنع المجاعة و... لمنع المجاعة والشؤون الإنسانية نايك داير ومعه رئيس فريق اليمن بوزارة التنمية البريطانية كريس بولد جرى خلال اللقاء مناقشة مهام المبعوث الخاص لمنع المجاعة والشؤون الإنسانية ضمن اهتمام المملكة المتحدة بمعالجة المخاطر المتزايدة لانعدام الأمن الغذائي وظروف المجاعة في مجموعة من الدول بينها اليمن. وآليات التعاون مع الحكومه في هذا الجانب، وتطرق اللقاء الى الاولويات الاقتصاديه والانسانيه المطلوب دعمها في اليمن وفق برنامج الحكومه الجديده، وآليات التنسيق والتعاون لحشد الموارد والدعم الدولي لليمن، اضافه الى تحسين وصول المساعدات الانسانيه. أكد رئيس الوزراء أن أي انهيار أكثر للاقتصاد الوطني سيساهم في مضاعفة الكارثة الإنسانية القائمة، وهو ما يتطلب حشد الموارد الدولية بشكل عاجل لدعم برنامج الحكومة الجديدة في هذا الجانب، مشيرا إلى ممارسات ميليشيا الحوثي الانقلابية التي تضاعف أو تضاعف من كارثية الوضع الاقتصادي والإنساني الراهن. وفي مقدمتها حظر تداول العمله الجديده وما نتج عنها من وقف دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، اضافه الى عرقله ونهب المساعدات الاغاثيه. ولفت الدكتور معين عبد الملك الى الخطط المعده والتي ستنفذها الحكومه الجديده فور تشكيلها بتوجيهات ودعم من فخامه رئيس الجمهوريه وشركاء اليمن في التربيه في الجوانب الاقتصاديه والانسانيه وتطوير اليات اليات لضمان وصول المساعدات الى مستحقيها موضحا ان الاولويات ستركز على وضع حد لتدهور العمله الوطنيه ومواصله الاصلاحات الماليه والاقتصاديه والاداريه التي توقفت جراء الاحداث الاخيره والدعم المطلوب في هذا الجانب وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعاته بنجاح مهام المبعوث الخاص لمنع المجاعة والشؤون الإنسانية وإلى اليمن اهتماما خاصا بما يتناسب والعلاقات المتميزة مع المملكة المتحدة الحريصة على دعم الشرعية والشعب اليمني منوها بالمساعدات الاقتصادية والإنسانية للشعب اليمني وفي الصدارة ما تقدمه المملكة العربية السعودية الشقيقة والدول والمنظمات الاخرى بدوره تحدث المبعوث البريطاني عن طبيعه المهام الموكله اليه لمنع المجاعه والشؤون الانسانيه والاولويات التي سيركز عليها بالنسبه لليمن معربا عن ثقته في العمل مع الحكومه اليمنيه الجديده لتنسيق المهام والتعاون المشترك من اجل حشد الموارد والدعم في المجال الاقتصادي والانساني. في الأخبار الميدانية شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات على أحد المواقع التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة عمران وقال مصدر محلي أن مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات متتالية شبكة الاتصالات في جبل ضين بمديرية عيال سريح بمحافظة عمران أعلن الجيش الوطني عن مصرع عدد من عناصر الميليشيات الحوثية بينهم قيادي في جبهة نهم شرق صنعاء وقال مصدر عسكري ان معارك عنيفه دارت في جبهه الجفره شرق محافظه صنعاء واسفرت عن مصرع عدد من عناصر الميليشيات الانقلابيه. وبالتزامن استهدفت مدفعيه الجيش الوطني سياره قيادي تابع للميليشيات الحوثيه ما اسفر عن احراق السياره ومصرع القيادي الحوثي وثلاثه من مرافقيه في الجبهه ذاتها. أخمدت القوات المشتركة مصادر نيران حوثية استهدفت مناطق متفرقة شرق مدينة الحديدة، وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن ميليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها صوب منطقة في كيلو ستة عشر وشارع الخمسين بشكل هستيري، وأكدت المصادر أن القوات المشتركة حددت مصادر النيران الحوثية وتمكنت من الرد عليها بضربات مركزة مما أدى إلى إخمادها. وكانت الميليشيات قد فتحت امس نيران اسلحتها بشكل مكثف على منازل المواطنين في حيس جنوب الحديده. لقي قناص تابع لميليشيات الحوثي المواليه لايران مصرعه في عمليه قنص نوعيه شمال غرب الضالع. وقال المركز الاعلامي لمحور الضالع ان عمليه القنص نفذتها وحده قنص لقوات اللواء السابع صاعقه مشيرا الى ان القناص يعد من ضمن العناصر التي لاقت تدريبا مكثفا على يد خبراء ايرانيين وقد لاقى مصرعه اثناء محاولته القيام بعمليه قنص واضاف المركز ان وحدات من القوات المسلحه صدت هجوما واسعا للميليشيات الحوثيه باتجاه مواقعها في قطاع بتار جنوب غرب مديريه قعطبه على حدود مديريه الحشاء. استشهد مواطن بطلقات قناص تابع لميليشيات الحوثي في مديرية ماويا شرق محافظة تعز وأوضح مصدر محلي أن فيصل غالب 47 عاما فارق الحياة جراء طلقة نارية من قناص حوثي في قرية الشجب بعزلة حوامرة جنوب مديرية ماوية بمحافظة التعز وأضافت المصادر أن انتشار قناصة ميليشيات الحوثي المتمركزين في المواقع المطلة على منطقة حوامرة المحاذية لجبهة كرش والمسيمير شمال محافظة لحج أرهق المواطنين باستهدافهم بشكل مستمر ويمنعهم من مزاولة أعمالهم في مجال الزراعة والرعي اعترضت القوات الأمريكية في بحر العرب شحنة مخدرات جديدة باتجاه اليمن قبل أيام وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن المدمرة الأمريكية يو اس اس رالف جونسون اعتراض شحنة شحنة جديدة تقدر حمولتها بقرابة طن من المخدرات على متن شراع مجهول في طريقه إلى السواحل اليمنية وقالت القياده المركزيه على موقعها بالتويتر ان عمليه الضبط تمت بدعم مباشر من قبل البحريه التابعه لقوات التحالف العربي. اعلنت اللجنه الوطنيه العليا لمواجهه وباء كورونا مستجدات الحاله الوبائيه للفيروس وقالت اللجنه انها سجلت حاله اصابه جديده في محافظه لحج فيما لم يتم تسجيل اي حالات وفاه او شفاء لليوم الرابع على التوالي. ليصبح بذلك إجمالي الحالات التراكمية المؤكدة في بلادنا 2078 حالة منها 606 حالات وفاة و1382 حالة تعافٍ وشفاء، فيما انخفضت الحالات النشطة المصابة حاليًا إلى 90 حالة نشطة فقط، أما عالميًا فقد تجاوزت حالة الإصابة بفيروس كورونا 68 مليون حالة. فيما بلغ عدد الوفيات ما يزيد عن مليون و550 الف حاله وبلغت حالات التعافي اكثر من 47 مليون حاله تعافي وشفاء. بحث وزير الكهرباء والطاقه المهندس محمد العناني مع السفير المصري لدى بلادنا احمد فاروق سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات لا سيما في مجال الطاقه الكهربائيه. واستعرض الوزير العناني الصعوبات والتحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء في بلادنا بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا وأشار وزير الكهرباء والطاقة إلى أنه بتوجيهات ومتابعة من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة برئاسة الدكتور معين عبد الملك تم إنشاء محطة كهربائية في عدن المرحلة الأولى بقدرة 260 ميجاوات وإنشاء عدد من المحطات في بعض المناطق المحررة وثمن العناني جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية وقيادة الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال تنفيذ سبع دورات تدريبية عبر الانترنت وسبعة 167 متدربا من موظفي المؤسسة العامة للكهرباء في المناطق المحررة مشيدا بالتعاون المستمر بين وزارتي الكهرباء في البلدين في مجال الاستشارات والتدريب ونقل الخبرات ومتطلعا الى فتح مجالات الاستثمار للقطاع الخاص في البلدين لتطوير قطاع الكهرباء بما يخدم نهضه ومصلحه البلدين. واشار وزير الكهرباء والطاقه الى النقله النوعيه التي شهدتها جمهوريه مصر العربيه خلال السنوات الاخيره في مجال الطاقه الكهربائيه من جانبه اكد السفير المصري موقف بلاده الداعم لليمن في مختلف المجالات وخاصه في قطاع الكهرباء والطاقه. تسلم مستشار وزير الخارجية لشؤون الديوان العام السفير جمال عوض بالعاصمة المؤقتة عدن أوراق اعتماد الممثل الإقليمي الجديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان لدى بلادنا النستر بيغومير أومهانجي رحب مستشار وزير الخارجية بالممثل الإقليمي الجديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه كما تم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون وأهم الأنشطة التي يقوم بها الصندوق في ظل الظروف التي تعيشها بلادنا جراء الحرب التي اشعلتها الميليشيات الانقلابيه الحوثيه المدعومه ايرانيا. واكد السفير جمال عوض حرص وزاره الخارجيه على تسهيل مهام الممثل الاقليمي الجديد لصندوق الامم المتحده للسكان وتقديم الدعم لانجاح عمل وانشطه الصندوق متطلعا الى ان يسهم الصندوق بقدر كبير في اعاده تاهيل البنى التحتيه للقطاع الصحي في مختلف المحافظات. من جانبه أشاد الممثل الإقليمي الجديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان لدى بلادنا بمستوى علاقات التعاون والتسهيلات التي تقدمها الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة الخارجية لتسهيل مهمة, الصندوق لتسهيل مهمة صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن. حضر مراسم تسليم اوراق الاعتماد مدير اداره المنظمات الدوليه بوزاره الخارجيه الوزير المفوض متن العامري ورئيس دائره المراسم بوزاره الخارجيه الوزير المفوض فؤاد مهيوب المزيد من الاخبار المحليه ولكن بعد الفاصل مجددا أهلا بكم دشن محافظ عدن أحمد لملس توزيع 13 شحنة ضاغطة على مديريات المحافظة التي تسلمها صندوق النظافة وتحسين المدينة دعما من الحكومة اليابانية عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن مشاريع المنحة اليابانية لدعم إدارة المخالفات الصلبة وإمدادات المياه والصرف الصحي لمدينتي عدن والمكلا الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بي وفي التدشين الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بدر معاون أشاد المحافظ لملس بدعم الحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لصندوق النظافة والتحسين بالعاصمة المؤقتة عدن مؤكدا أن هذه الدفعة من الشاحنات تمثل نقلة نوعية في أداء الصندوق في جانب النظافة، ونوه المحافظ بجهود الصندوق للحفاظ على نظافة وجمال مدينة عدن، وتماسك قيادته وموظفيه وعماله في أحلك الظروف، مجددا دعمه لكل أنشطة النظافة وأعمال التحسين والتشجير للارتقاء بخدمات النظافة في العاصمة المؤقتة بدوره أكد مدير عام صندوق النظافة المهندس قائد راشد أنعم على أهمية دعم الحكومة والشعب الياباني والفريق وفريق البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة لتمكين الصندوق من تنفيذ مهامه على أكمل وجه، من جانبه استعرض مدير البرامج ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وليد بهارون إنجازات مشروع الدعم لإدارة المخلفات الصلبة وإمدادات المياه والصرف الصحي في مؤسسات عدن والمكلا ومنها 13 سيارة, سيارة ضاغطة لصندوق نظافة عدن و12 لصندوق نظافة المكلع عقب ذلك قام صندوق النظافة بتقديم درع تكريمي للحكومة وللشعب الياباني وفريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حضرت التدشين وكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي ومستشار المحافظ عبد الحكيم الشعبي والقائم بأعماله مدير مكتب البرنامج بعدن عدن شيماء وعدد من المسؤولين افتتح محافظ محافظة عدن أحمد حامل لملس بحضور أمين عام المجلس المحلي بعدن بدر معاون سعيد مركز غسيل الكلى في مستشفى عبود العسكري الذي تم إعادة تأهيله وتجهيزه بالخدمات الطبية من قبل المؤسسة الاقتصادية اليمنية وبرعاية رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير ركن عبد الرب منصور هادي بعد توقف العمل فيه بسبب استهلاك كافة الأجهزة والمعدات الطبية القديمة التي يمتلكها تفاصيل أكثر في سياق التقرير الذي عده الزميل وضاح الشليلي برعاية فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبد ربو منصور هادي وبتمويل من المؤسسة الاقتصادية اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن افتتح محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس مشروع إعادة تأهيل مركز الغسيل الكلوي بمستشفى عبود العسكري المركز الذي دشن افتتاحه اليوم كان متوقفا بسبب استهلاك كافة الأجهزة والمعدات الطبية القديمة التي كان يمتلكها عقب زيارته لأقسام المركز الذي تم إعادة تأهيله وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية بإشراف القطاع الطبي التابع للمؤسسة الاقتصادية بعدا وبمتابعة حثيثة من المدير العام التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية العميد سامي السعيدي أشاد محافظ محافظة عدن بهذا الإنجاز الذي تحقق اليوم والذي تحتفل به دائرة الخدمات الطبية العسكرية تشرفنا اليوم بافتتاح عادة تاهيل افتتاح المركز الغسيل الكلى في مستشفى الشهيد عبود العسكري المكان النموذجي والرايع والذي يقدم خدمة إنسانية لكل المرضى بالفشل الكلوي أشد على أيديهم أبلغناهم أنه يجب أن يستمر هذا الأداء المتميز والخدمة الرائعة ويجب ان نرعى جميعا في مستشفيات الخدمات العسكريه الطبيه العسكريه بحيث تقدم لنا من قوات المسلحه والامن والمقاومه الشجعان كل الخدمه لكل جرحى ايضا يقدم التسهيلات والمعونه. عاد التاهيل كان بتمويل من المؤسسه الاقتصاديه العسكريه لهم كل الشكر والتقدير. مراسم حفل الافتتاح ألقيت فيه كلمات أشادت في مجملها بالجهود الكبيره التي بذلتها قياده المؤسسه الاقتصاديه في اعاده تاهيل هذا الصرح الطبي المتمثل بمركز الغسيل الكلوي والذي يهدف الى تقديم الخدمات الطبيه للمرضى المدنيين والعسكريين في مستشفى عبود العسكري وبشكل مجاني من ان هذا المركز سوف يعمل على نقله طبيه وانسانيه في مسار الخدمات الطبيه العسكريه وهذا الامر كان قد تم بجهود مشتركه من قبلنا دائره الخدمات الطبيه والمؤسسه الاقتصاديه اليمنيه مثله بالعميد الاخ سامي صالح السعيدي كما اعيد تاهيل المركز من جديد بفضل القطاع الطبي في المؤسسه الاقتصاديه اليمنيه بعد عمل اتفاقيه مع دائره الخدمات الطبيه إعادة تأهيل مركز الغسيل الكلوي واستيراد محطة غسيل وأجهزة وكراسي خاصة بمرضى الكلى، وإقامة دورات تدريبية للكادر الطبي، والتعاقد مع متخصصين في القطاع حول كيفية التعامل مع الأجهزة الحديثة، مع تجهيز المركز بالتأثيث اللازم لاستقبال الحالات المرضية، هي برامج تنموية تقدمها المؤسسة الاقتصادية لعدد من المشاريع التنموية والخدمية التي تنفذها المؤسسة الاقتصادية في خدمة المواطنين بمحافظة عدن. والمحافظات المحررة برعاية فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبد ربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظ الله ورعاه وباسم الأستاذ القدير العميد سامي السعيدي المدير العام التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية اليمنية نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكركم على مشاركتنا بافتتاح مشروع إعادة تأهيل مركز غسيل الكلى يتزامن هذا الافتتاح وشعبنا يحتفل بالذكرى الثلاثة والخمسون لعيد الاستقلال المجيد الثلاثين من نوفمبر الإخوة الحضور بموجب العقد المبرم بين المؤسسة الاقتصادية اليمنية والخدمات الطبية العسكرية أعطيت التوجيهات من قبل المدير العام التنفيذي للأخ مدير قطاع الطبي في المؤسسة الاقتصادية بالعمل على على إعادة تأهيل مركز غسيل الكلى في مستشفى العبود العسكري حيث نفذت التوجيهات من قبل القطاع الطبي في المؤسسة الاقتصادية مرحلة جديدة لمركز الغسيل الكلوي بعد إعادة افتتاحه واستقباله عدد من المرضى وما يحويه من أجهزة حديثة تتضمن 15 جهازا يقوم بمرحلته الأولى بإجراءة غسيل لعدد 15 مريض بمعدل 90 جلسة في الأسبوع وفي المرحلة الثانية سيقوم بغسيل عدد 60 مريض بمعدل 180 جلسة أسبوعيا كما سيقدم 15 ألف جلسة سنويا للحد من معاناة المرضى اليوم طبعا نفتتح قسم الغسيل الكلوي في مستشفى عبود بعد أن كان توقف استهلاك كل الأجهزة السابقة اللي كانت قديمة يعني مستهلكة فبتوجيهات من رئاسة الجمهورية وبتوقيع اتفاقية بين الخدمة الطبية العسكرية وبين المؤسسة الرصادية العسكرية تم توريد كل المحطه كامله وشلرات وفلترات و15 جهاز غسيل كلوي جديده كما تم ايضا توريد جميع الجلسات الخاصه بالمرضى لحوالي 1500 جلسه الان وسيليها طبعا جلسات اخرى طبعا نحن في المؤسسه الاقتصاديه طموحنا دائما هو الاستمراريه في عمل نقوم من خلال التدريب والتجهيز من خلال التدريب والتجهيز وايضا رفض المواد في وقتها المحدد ان شاء الله هذه الخطوه سبقتها خطوه في مستشفى الجمهوريه بتركيب محطه قصيدة كلوي وايضا رقدنا مستشفى الجمهوريه بعده اجهزه الخطوه التاليه ان شاء الله بعد مباشره بعد مستشفى ومركز عبود سوف ترى النور في القريب العاجل باذن الله حضر حفل الافتتاح الامين العام للمجلس المحلي بمحافظه عدن بدر معاون ومدير عام مكتب الصحه العامه والسكان بعدن الدكتور علي عبد الله صالح ومدير القطاع الطبي في المؤسسه الاقتصاديه الدكتور صالح محسن طالب ونائب مدير القطاع الطبي بالمؤسسة الاقتصادية أكرم السياري وعدد من منتسبي دائرة الخدمات الطبية العسكرية بعدن لقناة عدن الفضائية والضاح الشليلي العاصمة عدن استقبل محافظ عدن أحمد حمد اللملس وفدا من برنامج الاغذيه العالمي برئاسه نائب المدير القطري لبرنامج الاغذيه السيد علي رضا قريشي والسيده مونتياتا تشيموكا مديره مكتب البرنامج بعدن والسيد علي المجالي ضابط الارتباط الحكومي والعلاقات الخارجيه وبحث المحافظ خلال اللقاء الذي حضره الامين العام للمجلس المحلي بدر معاون جمله من القضايا المرتبطه بنشاط البرنامج في العاصمه عدن وفي مقدمتها قضيه الاغذيه التالفه التي تم ضبطها في مخازن البرنامج وتابعتها القانونيه او الشؤون القانونيه واكد المحافظ ان السلطه المحليه عملت وستعمل من اجل تسهيل عمل المنظمات في عدن وتبذل قصارى جهدها لتذليل اي صعوبات ونوه المحافظ لملس بان قياده السلطه المحليه تقدر تقديرا عاليا عمل تلك المنظمات واهميه تواجدها وتدخلاتها خصوصا في الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد من جانبه استعرض السيد قريشي أبرز أنشطة البرنامج في عدن معددا جملة من الأسباب المتعلقة بنقل المواد وخزنها وبطء إجراءات التخليص وغيرها والتي تسببت في تعرض تلك الكمية من الأغذية للتلف هذا وناقش الاجتماع سبل التنسيق الثنائي المستقبلي بين السلطة المحلية وبرنامج الأغذية العالمي بما يضمن سيابية عمل البرنامج الأممي ووصول المساعدات لمستحقيها في موعدها المحدد وتلافي اي قصور تم خلال الفتره الماضيه. حضر اللقاء وكيل المحافظه جمال صديق وانتصار مرشد مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بعدن. اطلع محافظ العاصمه المؤقته عدن احمد حامد لملاس على انشطه بعثه اللجنه الدوليه للصليب الاحمر وتدخلاتها بالمحافظه والصعوبات التي تواجه تنفيذ انشطتها وتدخلاتها. جاء ذلك خلال لقاء السيد السيد مارتن اول نائب رئيس بعثة اللجنه الدوليه للصليب الاحمر بعدن وبحث المحافظ سبل التعاون المشترك بين السلطة المحلية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وثمن المحافظ لملس الدور الإنساني الكبير للجنة الدولية للصليب الأحمر وتدخلاتها الفعالة التي ساعدت السلطات كثيرا في التغلب على عدد من المشكلات وحلها آملا استمرار اللجنة الدولية في تقديم ومضاعفة مساعداتها لمواطني المحافظة واكد لملس دعم السلطه المحليه للجنه الدوليه واستعدادها لتذليل كافه الصعوبات التي تواجه اعمالها من خلال توجيه الجهات المعنيه بتقديم كافه اوجه الدعم والمساعده لها. حضر اللقاء من العام للمجلس المحلي بدر معاون ووكيل المحافظه جمال صديق وانتصار مرشد مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي وابو بكر بعبيد رئيس الغرفه التجاريه والصناعيه بعدن ورامي حسين مسؤول قسم الامداد بمكتب اللجنه الدوليه بعدن. دشن محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تركي مشروع إنارة الشارع الرئيسي لمديرية الحوطة بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ مؤسسة الجود التنموية بشراكه مع مكتب منظمه اكتيد الانسانيه الفرنسيه، كما وضع المحافظ حجر الاساس للمشروع الصرف الصحي بالمديريه بتكلفه 13 مليون ريال بتمويل المجلس المحلي للمديريه، وتفقد محافظ لحج سير العمل الجاري تنفيذه بمشروع شق طريق المدخل الجنوبي وفرعه شارع التربيه واسفلتت مديريه بمديريه الحوطه بتكلفه 96 مليون ريال بتمويل صندوق صيانه الطرق. وشدد المحافظ على ضرورة التقيد بالمواصفات الفنية للمشروع والتنسيق مع المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي وصندوق نظافة المدينة وتحسينها في المحافظة التقى محافظ محافظة لحج قائد اللواء 17 مشاه اللواء الركن أحمد عبد الله تركي بالإعلاميين والصحفيين وممثلي المواقع الإخبارية الرسمية والخاصة والخاصة بالمحافظة لمناقشة مختلف القضايا والصعوبات التي تواجه الوسائل الإعلامية والإعلاميين والعاملين في الحقل الإعلامي. واستمع من مدير مكتب الإعلام بالمحافظة سعدان اليافعي إلى الصعوبات التي تعترض سير العمل الإعلامي في تغطية مجمل الأنشطة المحلية الرسمية وفي متابعة تقارير المكاتب التنفيذية وعموم المديريات. وأكد المحافظ على تدليل الصعوبات وتوفير كافة الإمكانيات والدعم للعمل الإعلامي وفق الإمكانيات المتاحة. مطالبا ببذل المزيد من الجهود في سبيل تقديم رساله اعلاميه مميزه ورسم صوره مشرقه للمحافظه وتبني قضايا المجتمع بصوره مهنيه ومتوازنه ووجه المحافظ مدير مكتب الاعلام بالمحافظه الى وضع تصور والرفع بالخطط والاحتياجات التي تؤسس لعمل اعلامي سليم على المدى الطويل والارتقاء بمستوى الاجهزه الاعلاميه للافضل التقى محافظ محافظه, محافظة ابيان اللواء ابو بكر حسين سالم برئيس مؤسسه ينابيع الخير الكويتيه توفيق محمد البعبعي وكرس اللقاء لمناقشه العديد من القضايا التنمويه وعبر المحافظ عن شكره وتقديره وامتنانه لدوله الكويت الشقيقه اميرا وحكومه وشعبا لما قدمته من دعم ملموس في اقامه مشاريع استراتيجيه كما تم مناقشة عدد من التدخلات التي تنفذ من قبل المؤسسة في قطاع المياه والري والكهرباء من جانبه أبدى رئيس مؤسسة ينابيع الخير استيعاب التدخل بمشروع مياه لودر فور استلامه دراسة الأعمال المتبقية من تمديدات الشبكة لهذا العام، كما أكد على الاستعداد لرفع الاحتياجات المطلوبة للجهة المانحة للموافقة على استيعابها ضمن خطة العام 2021. حضر اللقاء مدير عام المياه والصرف الصحي المهندس صالح بلعيدي ومدير مياه الريف محسن دوفان ومدير الاداره الفنيه في مؤسسه ينابيع الخير ايوب الشهري اشاد الامين العام للمجلس المحلي بمحافظه شبوه عبد ربو هاشله بمعاوده العمل في فرع الجهاز المركزي للاحصاء بوتيره عاليه واثناء خلال زيارته لمبنى الفرع ولقائه بمديره العام مهدي البورق بمهنيه العمل التي انتهجها الجهاز لانجاز المسح الاحصائي لكافه الوحدات الاداريه بالمحافظه وحث القيادات الاداريه على ضروره التعاون مع الباحثين واستكمال ما تبقى من عمليه المسح مؤكدا على اهميه البيانات الاحصائيه في اعداد الخطط التنمويه السليمه بالمحافظه ومنوها بنوعيه تدخلات السلطه المحليه في دعم الفرع والمساهمه في اعاده تاهيله اطمأن وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش على صحة الفنان الكبير علي أبو بكر العطاس إثر الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخراً. وأعرب بن حبريش خلال زيارته للعطاس في منزله عن الاعتزاز بمسيرته الفنية والغنائية الطويلة للفنان العطاس والتي امتدت لاكثر من خمسين عاما قدم خلالها ابداعات وعطاءات كبيره للاغنيه والفن الحضرمي مؤكدا وقوف قياده السلطه المحليه الى جانبه وتقديم ما يلزم من رعايه واهتمام لمواصله علاجه دشنت جمعيه بسم الطفل والمراه ورشه عمل حول دور المراه في المجتمع في الجانب التعليمي والاجتماعي والسياسي في مديريتي البريقه والمنصوره بمحافظه عدن وخلال التدشين اكد مدير مديريه البريقه يونس سليمان على اهميه اقامه مثل هذه الدورات لما من شانها توعيه المراه بدورها الاساسي في المجتمع ومساهمه السلطه المحليه في تقويه دورها في مجالات التربيه والتعليم والعلاقات المجتمعيه والنشاط السياسي. من جانبها شكرت رئيسه جمعيه بسمه الطفل ناهد الخديري كافه الجهات التي ساهمت في اقامه هذه الدوره التي ستساعد بالحد من استخدام العنف ضد المراه جسديا ومعنويا. وإيصال رسالة إلى المجتمع بكيفية التعامل مع المرأة واحترامها أعرب رئيس هيئة مستشفى الجمهورية النموذجي العام بعدن دكتور أحمد سالم الجرباخ خلال لقائه ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن مارتن اول عن امتنان هيئه مستشفى الجمهوريه وجميع العاملين للمساعدات التي تقدمها لجنه الصليب في دعم المستشفى والوقوف الى جانبه لافتا الى ان تدخلات الصليب الاحمر شكلت عاملا مهما في تقديم خدمه صحيه نوعيه للمواطنين. من جانبه اشاد ممثل بعثه لجنه الصليب مارتن اول بتعاون رئيس هيئه مستشفى الجمهوريه وتذليل الصعوبات امام عمل البعثه لتنفيذ المشاريع الصحيه. نفذ العشرات من اكاديمي جامعه عدن وقفه احتجاجيه امام كليه الاداب بالعاصمه المؤقته عدن احتجاجا على اغتيال الدكتور خالد الحميدي عميد كليه تربيه محافظه الضالع وندد المحتجون بعمليه الاغتيال التي اكدوا بانها استهداف لجميع الكوادر التعليميه في الجامعه مطالبين السلطات الامنيه بمحافظه الضالع بسرعه القبض على القتله وتسليمهم للعداله. وزعت مؤسسة ينابيع الخير وبدعم من جمعية النجاة الكويتية مساعدات نقدية علاجية لمئتين مستفيد من ذوي الأمراض المزمنة التفاصيل في التقرير الذي عدته الزميلة نعائم خالد نفذت مؤسسة ينابيع الخير مشروع توزيع المساعدات العلاجية النقدية للمرضى وبدعم كويتي من جمعية النجاة الخيرية ويستفيد من المشروع 200 حالة من الأمراض المزمنة كالسكر والقلب والإعاقة الدائمة ومرضى الجروح. اليوم يأتي نشاط المساعدات العلاجية للمرضى بدعم كويتي من جمعية النقال الخيرية بدولة الكويت الشقيقة. هذا المشروع يستهدف 200 حالة مرضية في محافظة تعز من الأمراض المزمنة وكذلك أمراض المعاقين ومن لديهم احتياجات خاصة. آه فشكرا وتقديرنا للاخوه الاشقاء في جمعيه النجاه الخيريه ومتبرعي جمعيه النجاه على هذا العطاء الكريم كما تشاهدون يعني الحاله مأساويه لكثير من المرضى المعاقين والامراض المزمنه في ظل الحرب والحصار الدائر الذي تعيشه مع تعيس تعز. خلال التوزيع ياتي عبد الرحمن وهو يستند على عكازه يستلم المساعدة النقدية وهو فرح بها هذه المساعدة ستساعده على شراء علاج لرجله التي اصبحت شبه منتهية. رغم أن عبد الرحمن في مقتبل العمر إنما الأقدار أقعدته وأيدي الخير تساعده أشكر جمعية النجاة في المساعدة بالمبلغ المالي وأسأل الله عز وجل أن يخلفهم في أموالهم وأولادهم خيرا 200 حالة من المرضى والعجزة والمحتاجين للأمراض المزمنة مساعدات علاجية من جمعية النجاة الخيرية ومؤسسة ينابيع الخير الخيرية مساعدات تأتي في وقتها وخصوصا أن محافظة تعز تعاني الفقر والاحتياج والحصار نعايم خالد قناة عدن الفضائية تعز الآن إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى ولمن فاتته نشر هذا التذكير بابرز العناوين والزميل ابراهيم شكرا رئيس الوزراء يبحث مع المبعوث البريطاني الخاص للشؤون الإنسانية الأمن الغذائي وظروف المجاعة مصرع عدد من عناصر ميليشيات الحوثي بينهم قيادي في جبهة نهم شرق صنعاء القوات المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية شرق الحديدة ومصرع قناص حوثي شمال غرب الظالع هذا وصلنا الى نهايه النشره قدمناها لكم من قناه عدن الفضائيه في امان الله في امان الله